أجمعين. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى. فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الشاطبية في حرز الأماني للإمام أبي القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 11 بعد 100، وهي قول الناظم رحمه الله تعالى: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. فيأمر الناظم هنا بوصل ضمة ميم الجمع، وصل ضمة ميم الجمع، ووصلها يكون بواو. الضمة إذا وصلت توصل بواو، فإذا ميم الجمع تضم وتوصل بواو قبل محرك، يعني قبل حرف متحرك. لمن هذا الحكم؟ للقارئ المرموز له بالدال من كلمة دراكا. من المرموز له بالدال؟ اللي هو ابن كثير. فإذا يأمر بضم ميم الجمع ووصلها بواو لابن كثير. قال: وقالون بتخييره جلا. وقالون بتخييره جلا، يعني قالون يجوز عنده الوصل وعدمه، له أن يقرأ بالسكون كبقية القراء، وله أن يضم الميم ويصلها بواو كما قرأ ابن كثير. فمثال هذا طبعا هنا أورد هذا في الباب الذي لصورة أم القرآن، لصورة الفاتحة، لأن أول موضع مواضع صلة الميم يأتي في سورة الفاتحة. ففي سورة الفاتحة يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا عليهم في حالة وصلها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه قراءة ابن كثير، وكذلك أيضا أحد الوجهين لقالون. قالون له أن يقرأ بإسكان الميم: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كبقية القراء، وله أن يقرأ بالصلة. كلمة جلا ليست رمزا لأحد، ليست رمزا لأحد، يعني هنا فقط يقول يعني ابن كثير يقرأها بالصلة، وقالون بالتخيير فيها بين الصلة وعدمها. ويلاحظ هنا أنه وضع شرط أن تكون قبل محرك، قبل حرف متحرك، كما في هذا المثال عليهم غير. فهنا الميم بعدها غاء، الغين مفتوحة، وبعدها حرف متحرك. أما إذا وقع بعدها حرف ساكن مثل هم الذين، هذه لا صلة فيها إذا بعدها حرف ساكن، لأن مثل أي كلمة مبدوئة بأل فهمزة الوصل تحذف، لا تنطق عند الوصل. فأول حرف ينطق بعد الميم يكون حرفا ساكنا. عندما نقول همل هنا أول حرف سنطقه بعد الميم هو سكون، وبالتالي لا صلة فيها، وإنما الصلة تكون في حالة وقوعها قبل حرف متحرك. هنا يلاحظ أنه في قراءة ابن كثير وكذلك في وجه الصلة لقالون عندهم صلة الميم إذا وقعت قبل حرف متحرك، بغض النظر عن كون هذا الحرف همزة قطع أو حرفا آخر. يعني عليهم غيري هنا بعدها غير، فعندهم هذه الصلة في أي حرف متحرك يقع بعد ميم الجمع، سواء كان هذا الحرف همزة أم لا. قال: ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. عليكم السلام ورحمة الله. قال: ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، يعني يفيد هنا أن ورشا يوافق ابن كثير
ويوافق وجه قالون، فقط في حالة ما إذا كان الحرف الذي بعد ميم الجمع كان همزة قطع. الهمزة نوعان، قطع ووصل. همزة الوصل هي التي يؤتى بها فقط عند البدء بالكلمة وتحذف عند وصلها بما قبلها، يعني مثل همزة ال مثلا عندما تقول الكتاب مثلا، الكتاب هنا عند البدء نأتي بالهمزة، لكن إذا وصلتها بكلمة قبلها أو حرف قبلها عندما تقول مثلا في الكتاب هنا خلاص الهمزة راحت، لا تقول في ال، لا تنطق في ال، لا تنطق الهمزة، الهمزة تحذف في حالة الوصل فتقول في الكتاب، إذا الهمزة راحت. فهذه علامة همزة الوصل أنها يؤتى بها فقط عند البدء بالكلمة وتحذف عند وصل الكلمة بشيء قبلها. أما همزة القطع فهي التي تكون ثابتة سواء بدأت بالكلمة أو وصلتها بما قبلها، أو وصلتها بما قبلها. يعني مثلا إيه، قد أفلح المؤمنون، همزة أفلح هي همزة قطع، يعني سواء وصلتها بكلمة قبلها ومع ذلك أتيت إيه بها. فهو يقول ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملها. يعني إذا وقعت ميم الجمع وهي الميم الدالة على الجمع، إذا وقعت ميم الجمع وبعدها همزة قطع فإن ورشا يقرأ بوصلها. مثال ذلك ومنهم أميون، كذلك قوله تعالى عليهم أهنذرتهم، فهنا وصل إيه هذا الموضع لأنه بعده همزة قطع. بالنسبة لحكم المد الناشئ عن صلة الميم، يعني عندما نصل الميم نصلها بواو، فهذه الواو المدية إذا كان بعدها همزة قطع فإنها تأخذ حكم المد المنفصل، وكل قارئ على حسب مذهبه في المد المنفصل. يعني مثلا قالون في قوله تعالى ومنهم أميون، قالون في المد المنفصل له قصره بمقدار حركتين وله توسطه بمقدار 4 حركات، فهنا ومنهم أميون له أن يقصرها حركتين وله أن يمدها 4 حركات على حسب مذهبه في المد المنفصل. وبالنسبة لابن كثير فله القصر فقط، لأن ابن كثير ليس عنده في المد المنفصل إلا القصر بمقدار حركتين. بالنسبة لورش فعنده في المد المنفصل فيه الطول أو الإشباع بمقدار 6 حركات، فلذلك يقول ومنهم أميون، واضح. لكن ورش لا صلة عنده في أي حرف آخر غير همز القطع، يعني ورش إذا قرأ في الفاتحة يقرأ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كبقية القراء. طيب هنا يقول ومن قبل همز القطع صلها الورشين. طيب إذا أتى بعد ميم الجمع همزة وصل لا صلة فيها لورش، لا صلة فيها مثل هم الذين، هذه لا صلة فيها لأن الهمزة هنا همزة إيه؟ وصل، وإنما يصل ورش إذا كانت الهمزة همزة قطع. قال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، طبعا يلاحظون أنه ذكر قراءة الباقين، يعني هو عرفنا بقراءة ابن كثير وبقراءة قالون وورش، ثم بعد ذلك قال وأسكنها الباقون، الباقون يسكنون ميم الجمع من غير صلة، مع ملاحظة أنه إذا التقى ساكنان، يعني مثلا هم الذين هنا ميم الجمع ضمت من أجل التقاء الساكنين، يعني هذا لا يمنع أنها يعني ساكنة في الأصل ولكن ضمت ضمة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، لكن في إذا لم يكن بعدها ساكن فإنك تسكن ميم الجمع، الأصل فيها السكون، كما في مثلا عليهم غيري لما هنا وقع بعدها متحرك سكننا الميم، لكن إذا وقع بعد ميم الجمع الساكنة، إذا وقع بعدها حرف ساكن
فهنا يلزمنا التخلص من التقاء الساكنين، والتخلص من التقاء الساكنين في ميم الجمع يكون بضمها، لكن إيه من دون صلة لأي أحد، يعني لا أحد عنده الصلة في حالة ما إذا كان بعدها همزة وصل أو بعدها ساكن. قال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلم. هنا يقول ومن دون وصل ضمها قبل ساكن كما ذكرنا، إذا وقعت ميم الجمع وبعدها حرف ساكن كمثلا إيه هم الذين عليكم الصيام، عليكم الصيام، فهنا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، وفي البيت يعني يجوز ضبطه أيضا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، ممكن تكون فعل أمر يعني، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن يعني يأمرك أن تضمها، أو تكون يعني مبتدأ وخبرا يعني ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، يعني كل القراء يقرؤون عليكم الصيام أو هم الذين، وما أشبهها من الأمثلة إذا وقع حرف ساكن بعد ميم الجمع فكل القراء يقرؤونها بالضم لكن من غير صلة. قال وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة. هنا يقول يعني يبدأ الكلام من قوله وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة. يقول إن فتى العلى، فتى العلى اللي هو إيه أبو عمرو ابن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء، فالإمام أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله تعالى بعد الهاء يعني إذا وقعت ميم جمع، إذا وقعت ميم جمع بعد هاء فإنه يكسرها إذا كان قبل، إذا كان إيه قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة. يعني إذا وعليكم السلام، إذا هنا إيه أبو عمرو ابن العلاء يكسر ميم الجمع إذا وقعت بعد هاء بهذه الشروط، إذا وقعت بعد هاء وكان قبل الهاء كسر أو ياء ساكن. يبقى إذن عندنا إيه ميم جمع قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكن، فإذا توفرت هذه الشروط فإن أبا عمرو يكسر ميم الجمع، يعني يكسر ميم الجمع إذا كان قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة. طيب كما سيذكر الأمثلة بعدها اللي هي إيه بهم الأسباب وعليهم القتال، هنا نلاحظ إيه توفر الشروط في هذين المثالين. المثال الأول بهم الأسباب، بهم الأسباب، هنا أبو عمرو يكسر ميم الجمع، لماذا؟ لأنه قبلها هاء وقبل الهاء كسر به من الأسباب. طب المثال الثاني عليه من القتال، عليه من القتال، هنا إيه كسر ميم الجمع، لماذا؟ لأنه قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكنة. يبقى إذن الخلاصة أنه أبو عمرو ابن العلاء يكسر ميم الجمع إذا سبقت بهاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة. فهذا قوله وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، مع الكسر قبل الهاء أو الياء، أو الياء أو حرف عطف الياء معطوفة على الكسر، يعني مع الكسر أو الياء قبل الهاء أو الياء ساكنة. قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم
القتال وقفل الكل بالكسر مكملا. أيضا في هذا البيت يمكن أن يضبط على قراءة أبي عمرو، ويمكن أن يضبط على قراءة حمزة والكسائي. يمكن أن تقول كما به مل أسباب ثم عليه مل قتال وقفل، أو تقول كما به مل أسباب ثم عليه كما به مل أسباب ثم عليه مل قتال. وهنا ضبطها يعني إما على قراءة أبي عمرو أو على قراءة الجمهور، يعني مش على قراءة حمزة، على قراءة الجمهور. به مل أسباب كسر الهاء مع ضم الميم، عليه مل بكسر الهاء مع ضم الايه الميم. فإذا تقول كما به مل أسباب ثم عليه مل قتال وقفل الكل بالكسر مكمل. طيب هذا الموضع الذي يكسره، هذه المواضع التي يكسر فيها أبو عمرو ابن العلاء الميم، فيصبح عنده الهاء مكسورة والميم مكسورة، ماشي؟ في هذه المواضع بهذه القيود أيضا، إذا يعني ميم جمع قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، بنفس هذه الشروط التي يكسر فيها أبو عمرو ابن العلاء الميم، فإن المرموز لهم بالشين من قوله شملل اللي هم مين؟ حمزة والكسائي. يضمون الهاء، يضمون الايه؟ الهاء. قال كس، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملل. يعني إذن أبو عمرو يكسر الميم فتصبح الهاء والميم مكسورتين، وحمزة والكسائي لا يكسرون الميم، يبقون الميم مضمومة ويضمون معها الهاء، فتصبح الهاء والميم مضمومتين. إذن يصبح عندنا الآن ثلاث قراءات. قراءة أبي عمرو يقرأ به ميل أسباب بكسر الهاء والميم، عليه ميل قتال بكسر الهاء والميم. القراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي بضم الهاء والميم، بهم الأسباب عليهم القتال، فيضمون الهاء والميم. طيب قراءة الجمهور لو ما عدا من ذكر، قراءة الباقين عندهم كسر الهاء وضم الميم، بهم الأسباب عليهم القتال. إذن عندنا ثلاث قراءات، قراءة بكسرهما الهاء والميم وهي قراءة أبي عمرو، وقراءة بضمهما وهي قراءة حمزة والكسائي، وقراءة بكسر الهاء مع ضم الميم وهي قراءة الجمهور. وبعد أن ذكر قراءة أبي عمرو بكسر الميم قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم، يعني وفي الوصل كسرة الهاء ضمها، ضم كسرة الهاء، يعني حول كسرة الهاء إلى ضمة. لمن؟ للمرموز لهم شملل، يعني مع إبقائهم الميم مضمومة، تصبح قراءتهم بضم الهاء مع الميم. كما به مل أسباب، ممكن هنا مضبوطة إما على قراءة أبي عمرو وإما على قراءة الجمهور، به مل أسباب ثم عليه مل قتال، أو تقول كما به مل أسباب عليه مل قتال كقراءة الجمهور، أو به مل أسباب ثم عليه مل قتال لقراءة أبي عمرو. قال وقف للكل بالكسر مكملا، يعني إذا وقفت على بهم أو عليهم، فقال إذا وقفت على بهم فتقف إيه للكل بالكسر، يعني قف لكل القراء بكسر الهاء الواقعة قبل ميم الجمع، قبل ميم الجمع. بالنسبة لعليهم طبعا فيها حكم خاص لكلمة عليهم، اللي كما مر بنا من قبل، كما عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، فهنا عشان كلمة عليهم هي مضمومة وقفا وموصلا لحمزة، فهذه مستثنات هي من هذا الباب يعني. لكن لو كان مثلا الكلمة لو كانت مثلا فيهم أو يناديهم ونحو ذلك، فحمزة يقف إيه بكسر
الهاء يقف بكسر الهاء، واضح؟ فإذا الوقوف يكون بكسر الهاء لجميع القراء. وميم الجمع يقف عليه بالسكون، يعني ميم الجمع يقف عليه بالسكون، وما قبل الهاء التي قبلها يقف عليها بالكسر لجميع القراء. إذا كانت هاء واقعة بعد كسر أو ياء ساكنة فإنه يقف عليها بالكسر لجميع القراء. يعني هنا بهم الأسباب، إذا وقفت عليها لحمزة كيف تقف على كلمة بهم؟ تقول بهم بالكسر. قال: باب الإدغام الكبير. قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسك، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. طيب، هنا يقول: ودونك الإدغام الكبير. الباب هو باب الإدغام الكبير، والإدغام هو إدخال الشيء في الشيء، وينقسم إلى كبير وصغير. والكبير إذا كان الحرفان متحركين، إذا كان الحرفان متحركين، والصغير إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا. الصغير إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا. فالإدغام في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء، والإدغام في الاصطلاح هو يعني أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك فتصيرهما حرفا واحدا مشددا، أو بعبارة أخرى يعني تحذف الأول وتنطق بالثاني مشددا. يعني من ناحية العملية، يعني كيفية النطق بالإدغام، أنك تحذف الأول وتنطق بالثاني مشددا. فهذا إيه؟ الإدغام، أنك تحذف الحرف الأول وتنطق بالحرف الثاني مشددا، أو يعني الاصطلاح هنا إيه؟ كما قال: تصل الحرف الساكن بالحرف المتحرك فتصيرهما حرفا واحدا مشددا. فقال: ودونك الإدغام الكبير. هنا يتكلم عن الإدغام الكبير، يعني إذا وقع الحرفان، إذا وقع الحرفان متحركين، إذا وقع الحرفان متحركين. قال: ودونك الإدغام الكبير، يعني وخذ الإدغام الكبير. ودونك يعني خذ الإدغام الكبير. وقطبه أبو عمرو البصري، قطب القوم سيدهم الذي يدور عليه أمرهم، سيدهم الذي يدور عليه أمرهم. فهنا وقطبه، قطب الإدغام الكبير، يعني سيده الذي يدور عليه أمره هو أبو عمرو، يعني هو الذي له تميز في هذا الباب. وقد مر بنا من قبل أنه قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلابد أن يسمى فيدرى ويعقل. أنه يعني لا يرمز هنا، وإنما يأتي باسم القارئ صريحا. إذا كان القارئ له مذهب يعني تميز فيه فإنه يسمي. قال: وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. طيب، هنا يعني ذكر أن الإدغام الكبير يأتي لأبي عمرو، يأتي لأبي عمرو. وتوضيح ذلك كما ذكر تلميذ الإمام الشاطبي وهو السخاوي، علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى، هو تلميذ الإمام الشاطبي وقرأ عليه ختمات، فذكر أن شيخه الإمام الشاطبي رحمه الله كان إذا أقرأ، كان يعني إذا أقرأ فإنه يقرأ للسوسي بالإدغام مع الإبدال، ويقرأ للدوري بالإظهار مع الهمز. فإذا يعني أبو عمرو له الإدغام الكبير، لكن بهذا القيد والتفصيل
يعني ظاهر العبارة أن أبا عمرو من الروايتين يقرأ بالإدغام الكبير، وهذا حق في القراءات العشر الكبرى من طرق الطيبة، فالإدغام الكبير يأتي لأبي عمرو من الروايتين. لكن من جهة عمل الإمام الشاطبي واختياره وطريقه أنه كان يقرأ بالإدغام الكبير لأبي عمرو فقط من رواية السوسي مع الإبدال، وأم مع إبدال الهمس، لأنه ورد عن أبي عمرو رحمه الله أنه كان يعني لا يقرأ بالإدغام الكبير إلا مع القصر والإبدال، يعني يقول الإدغام الكبير يعني وجهته أن الإدغام الكبير إنما أتي به للإدراج والإسراع في القراءة، يعني الإدغام فيه يعني إسقاط للحرف، فإنما نحتاج إليه إذا كنا نسرع في القراءة وندرج فيها، فيحتاج إلى الإدغام الكبير من كان يقرأ بقصر المنفصل ويقرأ بإبدال الهمزات، بإبدال الهمزات يومن ياكل ونحو ذلك، جيتي ونحو ذلك، فالهمزات الساكنة يبدلها حرف مد من جنس ما قبلها، وهذا سيأتينا بعد ذلك إن شاء الله الكلام عن إبدال الهمز. فأبو عمرو له في الهمز الساكن له الإبدال والتحقيق، تحقيق الهمز وإبداله، وله في المد المنفصل قصر وتوسط، لكنه كان لا يقرأ بالإدغام الكبير إلا إذا قرأ بالإبدال والقصر. فأما إذا يعني إذا حقق الهمزات أو وسط المد إذن هو مستغن عن الإدغام، يعني طالما أنه لن يسرع في القراءة ويحقق الهمزات أو يمد المد المنفصلة ويوسطه، إذن هو مستغن عن الإدغام، لا حاجة إليه، لا يدغم في هذه الحالة. فهكذا كان اختيار أبي عمرو رحمه الله في الإقراء. وحيث إن الإبدال إنما يأتي للسوسي، هو الذي عنده الإبدال، فبالتالي من طريق الشاطبية والتيسير يعني الإبدال إنما يأتي للسوسي، وأبو عمرو كان لا يقرأ بالإدغام الكبير إلا في حالة الإبدال، فإذا الإدغام الكبير يكون مختصا بالسوسي فقط عن أبي عمرو. فهذا يعني توضيح هذا البيت، يعني البيت فيه إشكال في ظاهره أنه يوهم أن الإدغام لأبي عمرو من الروايتين، لكن توضيحه من خلال معرفتنا بأن أبا عمرو لا يقرأ بالإدغام الكبير إلا مع الإبدال، والإبدال إنما يأتي للسوسي، ومن خلال عمل المؤلف كما حكى عنه تلاميذه، فنفهم هنا أن هذا الإدغام الكبير إنما هو مختص برواية السوسي فقط وليس لأبي عمرو من الروايتين، هذا من طريق التيسير والشاطبي. وتحفل يعني تأتي بمعنى امتلأ، يعني كيف شرح تحفل عندك؟ اهتم به وعنى بشأنه وعني بشأنه، فالتحفل بالشيء يأتي بمعنى الامتلاء به، ويأتي أيضا بمعنى الاهتمام به والعناية به. فأبو عمرو اعتنى بالإدغام الكبير واهتم به، وهو الذي يعني تميز في هذا البيت. قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. طبعا هنا الصلة من أجل وزن البيت، يعني من أجل وزن البيت، وإلا يعني فإن كلمة مناسككم يعني لا تأتي صلة مع الإدغام، لأن أصحاب الصلة غير أصحاب الإدغام، إلا في القراءات الشواذ يعني تأتي الصلة مع الإدغام في قراءة ابن محيصل مثلا، لكن في القراءات العشر يعني أصحاب الصلة ليسوا أصحاب إدغام، أصحاب الإدغام ليسوا أصحاب الصلة. الإدغام الكبير يعني صاحبه أبو عمرو، والصلة أصحابها ابن كثير وقالون، المواضع التي يصلها ورش فلي عند همزة القطع، فأصحاب الإدغام غير أصحاب الكبير غير أصحاب الصلة، لكن هنا يعني قرأها بالإدغام الكبير مع الصلة من أجل وزن الإيه، يعني ليس المقصود أن السوسية يقرأها بالصلة هكذا، ولكن
لوزن البيت. أما السوسي فيقرأ مناسككم، يعني بالإسكان الإيه الميم. فقال ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم، يعني لا يوجد إدغام كبير في كلمة واحدة، في كلمة واحدة إلا في هذين الموضعين، في كلمة مناسككم وكلمة سلككم، فهنا أدغم الكاف في الكاف وشددها. قال وباقي الباب ليس معولا، يعني باقي الباب، باقي باب المثلين في كلمة واحدة متروك لا يعول عليه، يعني لا يقرأ فيه بالإيه بالإدغام الكبير، مثل بأعيننا أو جباه، مثلا جباههم جباههم، هذا ليس موجودا في قراءة، يعني في رواية السوسي من طريق الشاطبية والتيسير، يعني لا يوجد هذا الوجه. بشرككم مثلا فيقرأ بشرككم، ويقرأ جباههم، ويقرأ بأعيننا، فهذه المواضع كلها يظهرها ولا يدغمها، هذه المواضع يظهرها أبو عمرو ولا يدغمها، فلا يدغم، لا يدغم مثلين من كلمة واحدة، لا يدغم مثلين في كلمة واحدة إلا في مناسككم وسلككم. طبعا هنا متكلم عن المثلين، يعني حرفان متماثلين لما اتحدا مخرجا وصفة، يعني مثل كاف وكاف، هاء وهاء، باء وباء، فهذا يكون إيه؟ يسمى المثلين. قال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، يعني إذا التقى حرفان متماثلان وكان متحركين بأي حركة، يعني أي حركة فتحة أو ضمة أو كسر، التقى حرفان متماثلان يعني كاف وكاف أو هاء وهاء أو باء وباء أو أي حرفين متماثلين في كلمة، في كلمتين، يعني هنا يتكلم عن حرفين متماثلين في كلمتين، خلاص انتهينا من متماثلين في كلمة، الآن يتكلم عن إدغام متماثلين من كلمتين، يعني أحد الحرفين المتماثلين وقع آخر كلمة والحرف المماثل له وقع في أول الكلمة التالية. وكان متحركين بأي حركة كانت، بفتح أو ضم أو كسر، فلا بد من إدغام ما كان أولا، لا بد من إدغام الأول في الثاني، كما في هذه الأمثلة كيعلم ما فيه هدى وطبع على. طيب هنا يعلم ما، قال كيعلم ما، هذا المثال الأول، يعني هنا ذكر أربعة أمثلة، قال كيعلم ما، هذا المثال الأول. المثال الثاني فهناك فيه هدى، المثال الثالث طبع على قلوبهم، والمثال الرابع والعفو وأمر، والعفو يعني الواو ليست من نص الآية، العفو يعني في الآية خذ العفو، فالواو ليست من نص الآية، الموضع القرآني، الحرف القرآني يبدأ من إيه؟ من همزة الوصل. فهنا يلاحظ في هذه الأمثلة اللي هي يعلم ما، يشير إلى قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهنا يقرأها بالإدغام الكبير، كيف تقرأ؟ يعلم ما بين أيديهم، يعني يعلم ما بين، فيقرأ يعلم ما بين أيديهم. هذا المثال نلاحظ فيه أنه قبل الحرف المدغم حرف متحرك،
صحيح، حرف متحرك صحيح. يعني هنا الحرف المدغم اللي هو الميم الأولى، ما الذي قبل الميم الأولى؟ قبلها لام، صحيح؟ فقبلها حرف متحرك صحيح. أيضا المثال اللي هو طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم، فطبع على هنا نضغم العين في العين فنقرأ طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم، فهنا نضغم العين في العين وننطق بعين واحدة مشددة. هنا أيضا نفس الشيء قبل العين الأولى قبلها باء مكسورة، فإذا قبلها متحرك صحيح، ففي هذين المثالين متحرك صحيح. لكن يلاحظ أنه في مثال يعلم ما أنه لما أدغمت الميم في الميم صارت ميما مشددة، والميم مشددة من أحكامها أنها تغن بمقدار حركتين، فأتت الغنة هنا لأجل الإدغام. طيب فيه هدى فيقرأ فيه هدى، هنا يلاحظ أنه أدغم الهاء في الهاء. طيب قبل الحرف الأول، قبل الهاء الأولى قبلها حرف ساكن وهو حرف مد، حرف ساكن وهو حرف مد ليس حرفا صحيحا وإنما هو حرف مد. وفي المثال اللي هو خذ العفو وأمر، فهنا يدغم الواو في الواو فيقرأ إيه؟ خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، معلش طبعا مع إبدال الهمزة، يعني تحقيق الهمزة هذا يأتي في قراءة يعقوب في الكبرى، لكن يعني بالنسبة لرواية السوسية عن أبي عمرو يقول خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر مع الإيه؟ مع إبدال الهمز بتحقيق الهمزة، ده يأتي في يعني في قراءة يعقوب من الكبرى يقول خذ العفو وأمر، لكن بالنسبة للسوسي في العشر الصغرى هنا من طريق الشاطبية والتيسير فيقرأ خذ العفو وأمر، وأمر. طيب هنا في هذا المثال خذ العفو وأمر وقع قبل الحرفين المتماثلين وقع قبلهما حرف ساكن صحيح. إذن من خلال هذه الأمثلة نجد أنه قبل الحرفين المدغمين المتماثلين يقع قبلهما إما حرف متحرك صحيح أو حرف ساكن صحيح، أو يقع قبلهما حرف ساكن هو حرف مد مثل إيه في هدى. فمثل بهذه الأمثلة، قال تمثل يعني يمثل بهذه الأمثلة أو اتضحت أمثلتها من خلال ما ذكر. ثم وضع شروطا، قال إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا. يعني ما سبق من إدغام الحرفين المتماثلين من كلمتين، وقال لك فلا بد من إدغام ما كان أولا، وبعدين استثنى من هذا يعني وضع شروطا، قال ندغم لا بد من إدغام ما كان أولا لكن بشرط إذا لم يكن تاء مخبر. الشرط الأول ألا يكون تاء مخبر، والمخبر هو المتكلم، يعني تاء الضمير الدالة على المتكلم. ومثالها كنت ترابا، يعني كنت ترابا التاء هذه تاء المخبر أي المتكلم الذي يخبر عن نفسه يقول كنت، لأن التاء التي تدخل على الفعل الماضي، فعل الماضي يدخل عليه ضمير التاء المتحركة، التاء المتحركة يقولون لها تو تاتي، يعني تو تضم للإيه للمتكلم وتفتح للإيه للمخاطب، يعني تقول عن نفسك كنت، وإذا خاطبت رجلا تقول كنت، وتكسر للمخاطبة، إذا خاطبت امرأة تقول كنت. طيب متى تسكن؟
كنت تسكن، هذه تسمى تأنيث الساكنة، هذه ليست ضمير. تأنيث الساكنة هذه حرف للدلالة على التأنيث، لكن تاء الضمير تكون إما تكون متحركة إما مضمومة للمتكلم عن نفسه، سواء كان رجلا أو امرأة. رجل يقول كنت أو امرأة تقول كنت، وتفتح للمخاطب. إذا خاطبت رجلا تفتح، وإذا خاطبت امرأة تكسر. فهو يقول إذا لم يكن، أو قال إذا لم يكن تاء مخبر. تاء مخبر يبقى التاء اللي هي إيه؟ تو، اللي هي تضم للمتكلم، المخبر اللي هو المتكلم. مثالها كنت ترابا. أو مخاطب، يعني أيضا إذا لم تكن تاء مخاطب. وتاء المخاطب مثل لها إيه؟ بقوله أنت تكره. أنت، تاء المفتوحة هذه تاء الإيه؟ المخاطب. قال أو مخاطب أو المكتسي تنوينه. إذا لم يكن تاء متكلم أو تاء مخاطب، وكذلك بشرط ألا يكون الحرف الأول منونا. مثاله واسع عليم. مثاله واسع عليم. هنا هل عين واسع تضغم في عين عليم؟ لا، لا تضغم. لماذا؟ لأنها اكتست بالتنوين، العين الأولى منونة. فإذا كان الحرف الأول من المثلين منونا فإنه لا يضغم في الإيه؟ في الثاني. أو مثقلة، كذلك الحرف المثقل أي المشدد فإنه لا يضغم. مثاله تم ميقات. تم ميقات، فهنا تم ميقات، هنا الميم الأولى مشددة. الميم الأولى مشددة، فلما عندما يكون الحرف الأول مشددا فإنه لا يضغم في الإيه؟ لا يضغم في الثاني لأنه مشدد. أن الحرف المشدد هو أصلا عبارة عن حرفين، ساكن فمتحرك. فإذا أضغمته كأنك إيه يعني، يعني ففي هذه الحالة يعني كأنك إيه أضغمت ساكنا في ساكن، فأصبحت إيه ثلاثة متماثلات يعني. فالحرف المثقل لا يضغم، يعني تم ميقات هذه لا إضغام إيه في الميم الأولى. فإذا يقول إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا. يعني هذه أمثلة ضربها لهذه الحالات التي لا يضغم فيها الحرف الأول من الحرفين المتماثلين في الثاني. قال وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا. وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا. يعني أظهر رواة الإدغام عن السوسي كاف يحزنك كفره في سورة لقمان. في سورة لقمان يحزنك كفره، فالكاف هنا ليست مدغمة، يظهرها كبقية القراء. ما التعليل؟ قال إذ النون تخفى قبلها، يعني أظهر الكاف لأن النون الساكنة التي قبلها أخفيت فيها، فانتقل مخرجها إلى الخيشوم فيصعب أو فصعب التشديد بعدها فامتنع الإدغام. لتجمل، يعني لتجمل الكلمة ببقائها على صورتها هكذا بغير إدغام. فإذا الخلاصة أنه مما يستثنى في باب الإدغام الكبير يحزنك كفره، لا يدغم السوسي الكاف الأولى في الكاف الثانية، وإنما يظهرها كبقية القراء. قال وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإيك كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. طيب هنا يقول وعندهم الوجهان في كل موضع، وعندهم يعني عند المدغمين من أصحاب السوسي، عندهم الوجهان في كل موضع، يعني الوجهان هما الإظهار والإدغام، يعني يجوز لهم الإظهار
ويجوز لهم الإدغام الكبير في كل موضع، يعني في كل مكان التقى فيه مثلان، تسمى لأجل الحذف فيه معللة، يعني التقى فيه مثلان بسبب حذف حرف علة، يعني حذف حرف علة وبسبب حذف حرف العلة التقى حرفان متماثلان. مثال ذلك يبتغي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. في أصل الكلمة كانت يبتغي، كان آخرها إيه؟ ياء، حرف علة، ولكن يعني ولكن هنا إيه؟ بسبب جزم الفعل المعتل الآخر، فإنه إذا جزم تكون علامة جزمه حذف حرف العلة. فلما انجزم الفعل الأول، من حرف شر، من أداة شرط، ماشي، من أداة شرط، اسم شرط يعني، أو أداة شرط، فمن أداة الشرط جازمة، فوقع بعدها إيه؟ الفعل يبتغي مجزوما، فحذف حرف العلة. فلما انحذف حرف العلة التقت غين يبتغي مع غين غير، فالتقى حرفان متماثلان وأصبح أحدهما وراء الآخر بسبب حذف حرف العلة الذي كان يفصل بينهما. طيب ما الحكم هنا؟ قال عندهم الوجهان، يعني يجوز لك أن تقرأ هذا الموضع بالإظهار ويجوز لك أن تقرأه بالإدغام. يمكن أن تقرأ بالإظهار كقراءة الجمهور ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ولك أن تقرأه بالإدغام ومن يبتغ غير الإسلام دينا. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة. نعم. طيب بالنسبة قال هنا إيه؟ كيبتغي مجزوما وإن يكو كاذبا. يكو كاذبا هنا المحذوف حرفان، يعني حذف حرف العلة، أصلها كانت يكون، كانت يكون، وإن يكو كاذبا هي أصلها إيه؟ يكون، فحذف حرف العلة اللي هو الواو، وحذف النون أيضا، يعني حذف حرفان، يعني الواو والنون أيضا، فبسبب يعني هنا مثل بيكو كاذبا لما حذف فيه حرف العلة والتقى بسبب ذلك متماثلان، لأنه فيه حرف علة محذوف وهو الواو، لكن هنا لم ينحذف حرف العلة وحده وإنما انحذف معه أيضا النون التي بعده تخفيفا، يعني فانحذف حرفان أحدهما حرف العلة. إذا انحذف حرف العلة سواء وحده أو مع حرف آخر فالتقى بسبب ذلك حرفان متماثلان، فعندهم الوجهان، فهنا يجوز أن تقرأ وإيك كاذبا فعليه كذبه بالإدغام، ولك أن تقرأه بالإظهار وإيك كاذبا فعليه كذبه. قال كيبتغي مجزوما وإيك كاذبا ويخلو لكم. ويخلو لكم مثال آخر اللي هو إيه؟ يخلو لكم وجه أبيكم، فكان كان أصلها إيه؟ يخلو بالواو، فحذفت الواو حرف العلة فالتقى لام ولا، فهنا عندهم الوجهان، يجوز أن تقرأ يخلو لكم وجه أبيكم أو يخلو لكم وجه أبيكم بالإظهار والإدغام. قال عن عالم طيب الخلاء، عن عالم يعني عن رجل عالم طيب الخلاء، والخلاء هو العشب الرطب، واستعير للحديث الطيب، فيقال طيب الخلاء يعني طيب الحديث، يعني عن عالم طيب الحديث. قال ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. قال ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، يعني لا خلاف عن السوسي في إدغام الميم
من قوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، فيقرأ ويا قوم ما لي، لا خلاف في إدغامه، ويا قوم من ينصرني من الله، فيقرأ ويا قوم من ينصرني، يعني لا خلاف في إدغام الايه الميم في يا قوم مالي ويا قوم من، فيقرأها السوسي بالإدغام، يعني هذا غير داخل في الباب الذي قبله. يعني الياء التي حذفت هنا هي ياء الضمير، فالسوسي هنا يقرأ بالإدغام وجها واحدا. لهذا يقول: ويا قوم مالي، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، يعني لا شك في الإدغام، وأرسلا يعني أطلق، يعني أطلق الإدغام ولا شك في ذلك، يعني ويقرأ بالإدغام. تحبون نتوقف هنا؟ نتوقف هنا إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.